يعني خلاص انتهت مباراة البايرن أكيد بهزيمة النادي الأهلي، الاستعداد خلاص للي جاي وده اللي أهم طبعا، الميدالية البرونزية وده اللي مركز عليه جدا لاعبي النادي الأهلي لأول مرة. يا كريم خليني أقول لك إن من المرات النادرة جدا جدا إن يكون في حالة رضا رغم الخسارة، لأن أنت كنت بتلاعب فريق كبير جدا زي فريق بايرن ميونخ، هو أفضل فريق في العالم، إمكانيات غير طبيعية في الحقيقة، لكن رغم كده النادي الأهلي قدم أداء جيد إلى حد ما، وده كان أمر مطلوب جدا، كان ممكن طبعا يبقى فيه أفضل من كده عشان نبقى واقعيين، لكن في كل الأحوال أنت بتقابل بطل أوروبا وأفضل فريق وبيلعب في أعلى المستويات في كرة القدم العالمية، فده كان أمر طبيعي والنتيجة كانت منطقية عشان نبقى متفقين يعني. لكن الأهم من كده دايما هو إصرار لاعيبة النادي الأهلي، وكان واضح جدا في كلامهم بعد المباراة ان هم عايزين يرجعوا مصر بإذن الله تعالى بالميدالية البرونزية، هيشتغلوا على كده، هيركزوا في كيفية المواجهة المقبلة امام طبعا بالميراس البرازيلي، فازاي تقدر تتغلب عليه وازاي تقدر تقدم مباراة كبيرة بإذن الله تعالى عشان تسعد كل جماهير النادي الأهلي. لكن خليني اقول لكم خاص بفريق النادي الاهلي، النهارده يعتبر ما فيش اي تدريبات خالص، كلها عباره عن تدريبات استشفائيه بس هتكون في صاله الجيم هنا بمقر اقامه النادي الاهلي بالمونديال، ما فيش اي تدريبات بدنيه او تدريبات بالكره، ما فيش مران اصلا بالنسبه للنادي الاهلي، الكل هيبقى متواجد في مقر الاقامه ده طبعا طبقا للفقاعه الطبيه المتواجد فيها بعثه النادي الاهلي. الامور يعني جيده طبعا بعد الاجواء العالميه اللي كانت موجوده وردود الفعل العالميه اللي كانت بعد المباراه بالامس، يعني شفنا مثلا صوره توماس مولر مع كهربا وبالتيشيرت بتاع كهربا، كذلك كهربا نزل صوره مع النجم الالماني طبعا توماس مولر برضو. خليني اقول لكم كمان الكابتن محمود الخطيب يعني حيا اللاعبين فور وصول الفندق بالامس، ويعني صافحهم بعد الهزيمه وطلب منهم ان اللي جاي ان شاء الله نفكر فيه، خلاص نطوي صفحة الهزيمة من البايرن نركز في مباراة بالميرس، وده كان أمر من الأمور المهمة جدا. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في اللي جاي، وإن شاء الله بإذن الله نرجع بميدالية برونزية.